أنا اللي خابرته إن اليدة هي أم الأم أو أم الأبو، بس اليدة بهالزمن مصحح لهجة. حق منو هذا؟ حق منو هذا؟ مو حق منو، من حق هذا، من حق هذا. أنت من مواليد بمبي؟ يلا أهو. وساعات تصير مرجع تاريخي. ما فطمة، أنت كنت شيء يوم الدنيا صارت؟ وإذا تبي تصير فيلم رعب لطيف لا تطلع، بعدين تاخذكم السعف والليف. يلا. وعند اللزوم غرفة تشيل. ما فاطمة عندك حلال؟ وأحياناً شهرزاد. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، ذيك المدينة اللي يحكمها سلطان، عنده بنت جميلة ما لها شبيه في الجمال. وش اسم السلطان؟ بدر الزمان، وبنته تشبه القمر. وش لابس السلطان؟ جلباب وعمامة. وفي يوم من الأيام السلطان عنده شوارب؟ اي عنده شوارب طوال بس على الطل. المهم في يوم من الايام وعنده لحيه. ايش دراني اذا عنده لحيه ولا لا، فصفصت وريال تفصفص. عنده لحيه، عنده شوارب، حتى اللي كتب القصه ما يدري اذا عنده لحيه ولا ما عنده لحيه. وه زين ماما فاطمه تكفين كمل القصه. ايش اكمل القصه، انتوا خليتوا فيها قصه. فصفصت وريال تفصفص، ما شاء الله عليكم جيل ما فيكم صبر موليه. قطوا اللي بيديكم اهو. يما توش تدري أصلاً ألعاب الآيباد هذه مصممينها مخصوص عشان تقتل الصبر باليهال، تلقين كل مرحلة تودي حق الثانية بسرعة، عشان شي تلاحظين ياهال ما لهم خلق يقعدون مكان واحد فترة طويلة أو يسمعون نفس الحوار. أبي لا تشوفين اليهال عندي بالمدرسة ما يعبرون يقعدون على كرسي واحد دقيقة. أيامنا كانت متعتنا بالحياة أن نسطر الدفاتر، كل دفتر إش كبرة بس نسطر ونشوف التلوين اللي بالدفتر. ترى مو بس اليهال، هو رتم الحياة كله تغير. يعني قبل انت تحطين شريط الكاسيت تقعدين تطوفين وتجدمين وستوب وما ادري شنو عشان تلقين الاغنيه اللي تبينها، اما الحين بالايبود تحطين الاغنيه والمقطع اللي تبينه على طول. وعلي على التليفون الاولي بقرص تدق الرقم وتنطر دهر على ما تدق الرقم الثاني. الحين يلا من فضلك تحط الاسم يطلع لك الرقم. ترى تصدقون التكنولوجيا هذه مالتكم اقتلت الصبر فينا، مو بس اليهال حتى حنا. شوفوا غفلنا عنهم دقيقة قضبوهم. يا رحتوا عند أهلكم سووا اللي تبون على كيفكم، بس عندي أنا لا بالله أنا حرم الأول ما أحب الخرابيط. يلا أوحدوهم. ماما فاطمة إحنا ما قاعد نلعب، قاعد نسوي أساور. أدري قاعد تسوون أساور بس كل دقيقة تطلون عليهم وتعدون الأساور. يما طيعيني أعطيهم الأجهزة، إذا ما أعطيتيهم بيزير عقلك بتلوع تشبدك. هذا الخراب أنتوا اللي أخذتوا هذين من اليهال يدورون على تسلية ثانية، وأنتوا مليتوا مالكم خلق. وعلي عليهم سويتوهم مثل الأصنام. آه يا كلمة ردي مكانك. أم يلا عندك تطيف شرطة حرامي. مو الحرامي طبعا أنا. نعم طبعا هذا لعب، هذا لعب. روح من هناك بس، صكيت وراسي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واي عسى ما كسرتم واعيني، هذا تقم. لا تحاتين، باكر أروح المعلم ويبلش درزن بداله. والله العظيم إنهم من جمعية الشامية. يما طيعيني رديهم على الايبادات احسن. يا يما لينكسر معون شرينا بداله، لكن اللي اختربت العقول شد بره. وح ويا هد يشيل العدو، بتقعدون عقال ولا ترى اي امرتكم؟ وزيه ردي اللي حطيته مخباتك، ردي مره ثانيه الحين. أنا أحس إن أنا مصدعة وقلبي قاعد يدق بسرعة، أصلاً قاعد أرجف ومعرقة. أحس رغبتي حق الحبوب كبر الفيل، عقلي كبر النملة وهالنملة قاعد تمشي على ظهر الفيل. هي تمشي شرق والفيل بكبره يمشي غرب. أنا قادرة. تذكرين أبوي ليلى دش علينا سكران
قص شعرك. قعد ثاني يوم يصيح يتعذر لك حتى نيابلة الشامبو اللي طول الشعر. تذكرين؟ زين. تذكرين أنتي قبل أن نام شنو قلتي؟ أذكر. قلت إذا تزوجتي بتبنيها ما راح أخليها عند أبوها عشان لا تشوف اللي شفته. وأنا للحين على وعدي. كنتي خايفة لا تصيرين أمي. بس ما لاحظت إنك مع الوقت صرتي أبوي. أبوي ما كان غلطان لما خلاك تربينا أنتي بالأخير أختنا العودة. بس أنا قاعد أشوف العكس. فهي بنتك قاعد تربيك. خلي البنت تشوفك بأضعف حالاتك. أنا ما عدت أشوف في ياهل. قاعد أشوفها مرة عودة. دائما متحملة مسؤولية، خايفة. خايفة لا تسوي شيء بنفسك، تخيلي. هيا ليش تبون تخلونها معي؟ أنا أمها غصب عني أحبها. أنا ما راح أتخلى عنها. أبي أشوف اللي أنا شفته. أنتم أخذ مني، أنتم أخذ غصب. وأنا ناطرة نهاية المخذ مني غصب عشان لا أكون أنا اللي فرط فيها. بس أنتوا مو خايفين عليها؟ يمكن عيشتها عند أبوها تصير أحسن من العيشة معي. يمكن أبوها يدير بالها، يدير بالها عليها أكثر مني. إذا أنا خايفة عليها راح أخاف عليها من نفسي، من نصر. فطومة. هلا هلا. خير نورية. قول حق ولدك وخران بنتي. بس هم قرقة. نورية يا نيتي ايش فيك؟ قاعدين يسولفون مع بعض وجدامي يتعرفون على بعض. اي يتعرفون على بعض؟ عاد مسخوها. ترى انا قاعدة على اعصابي. والله شدوا اول بنتي صاحية. باي تشوفي البنت هذه حالاتها تقعد ساكتة. طيب شوفيها شوفيها شلون مشطط بعمرها. الله يستر. قاعدة أخذها أحط على براطمي وهي حاقرتني ومستنة. ما أدري شو تقول. ما أدري نورية. أول وتالي بيتزوجون وبيسولفون دب الدهر. إيه ما يخالف لي تزوجوا كل واحد يكون تدبس فيها. دبس إيه تدبس. بس هذه ثولة ثولة تسوي فيها ماكو فايدة. هتتصدقين ما عجبتني هالنوفو. شفتيها سوت معون الكيك كلتها كله. هذه مسويه تكميم. اي تكميم مسويه تسميم. وين الحبة؟ قاعد أقولك عطيني الحبة. شوفي أنا حايشني صداع وما لي خلق شيء. يما بقي 5 ساعات والمر يوم كامل. أنا بقعد معاك هني على ما يصير راسك زين. خلاص شوفي قطي الحبة بالزبالة وأنا ما راح أخذها. يما إذا قطيتها بالزبالة راح تأخذينها. قولي شو بالحبة يا بيها. لا سمع الكلام. سمعتيني؟ حبيبتي لا تخافي.
وتحمل. ماما فاطمة أخذت واحدة. أدري بس باقي لنا 29 فرصة. في أنا سألت الدكتور. الدكتور قال لي ما تعالج بسرعة لازم بالتدريج، يعني المفروض تاخذ أربعة. الحمد لله أخذت واحدة بس. أنا متفائلة بس لازم نصبر يما، لازم تساعدين وأنا ودي أساعدها. ايش فيها يما؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. يما؟ ما ادري ايش شايني بخاطري شيء حلو. وي تامر، الحلو كله. قاعد يمي، قاعد. الحلو كله من الحلو يا هلا وطوالتي. تفضل. اوه. ماما فطومة؟ هلا. وي وخزيا، شنو ماما فطومة؟ قولي لها جديدة. قولي لها ماما فاطمة. هل ما عارف انت ايش حارج؟ كيفي انا ابي ماما فطومة؟ ايديدة خليها لك، انا ما بيديدة، انا ماما فطومة تشرح صدري. شو اسمي يا بنات؟ ماما فطومة.